ضيفتنا اليوم استثنائية، مشوارها بلش بجمعية التدريب على السمع والنطق إيراب، والصعوبات اللي واجهتها من أول المشوار خلقت عندها روح التحدي لتنمي حالها وتصير شخص إيجابي وفعال ومتميز. نسرين فعلا متميزة، هي مربية لتلاميذ الصم أو ذوي الصعوبات التعليمية ومعلمة لغة الإشارة والحساب والرياضيات أو الجيومتري، وحضورها الفعال بمختلف مجالات الحياة ارتقى فيها لتصير عضو مهم بالفريق التربوي لجمعية التدريب على السمع والنطق. هي مثال المرأة المكافحة بمحافل هالعالم الكتيرة والشاقة، قدرت تتحدى كل صعوبات الحياة وتثابر، فتميزت بقدرتها التعليمية وبتفاعلها ضمن محيطها من خلال الخبرة يلي اكتسبتها. نسرين اليوم معنا لنحكي أكثر عن مسيرتها الناجحة، وخاصة لتعرفنا على ثقافة الصم ولغة الإشارة يلي لعبت دور أساسي بحياتها. منرحب معنا بالستوديو ضيفتنا نسرين كامل، أخصائية بالتعليم الإشارة وهندسة الجبر بجمعية التدريب على السمع والنطق. أهلا وسهلا فيك نسرين. وكمان منرحب بندى السمرة الجميل، مربية مختصة بتعليم الإشارة بجمعية التدريب على السمع والنطق، رح تكون معنا لترجم لغة الإشارة لنا لحتى نقدر نفهم على نسرين لغة الإشارة بما أنه نحن مش متعلمينها، وكمان لحتى تقدر تترجم لغتنا لنسرين. أهلا وسهلا فيك ندى. مرسي. بالبداية يعني أنا قد ما بقدر نسرين عرفت المشاهدين عنك، بس بفضل أنه أنت تعرفينا عن حالك وتخبرينا عن مسيرتك خاصة بإيراب، وكيف تطورتي بهالجمعية وتحملت المسؤوليات، يعني من مسؤولية لمسؤولية تدريجيا لحتى وصلتي للي أنت في اليوم لهيدا النجاح. أنا ولدت ما بسمع، فتت على مدرسة التدريب على السمع والنطق وتعلمت، وكان في كتير صعوبات، عملت كتير مجهود تقدر أوصل، وصلت لشهادة البروفي، أخذت الشهادة الرسمية، بس من وراي كان في فريق متخصص متعدد الاختصاصات كان عم يدعمني. بدها تشكر هالفريق وبدها تشكر المدرسة، لو ما كانوا موجودين ما كان فيها تكون موجودة بهيدي المرحلة. شو لعبت اليوم لغة الإشارة دور بحياتك وقد ايه مهمة لإلك؟ أنا وصلت أخذت شهادة البروفي، بس ما كان فيي كمل منشان لأخذ شهادات تانية، فأنا انجبرت ضليتني بالمدرسة 3 سنين، تعلمت وكافحت وجهدت وين وصلت اليوم؟ شو حققت من نجاحات؟ بعدين رجعت، هي سافرت على جامعة جالودت بأمريكا، هونيك تعلمت لغة الإشارة، تخصصت بلغة الإشارة، رجعت لهون على لبنان على المدرسة وعملت دورات واشتغلت كتير على أنه تطور نفسها منشان لتقدر تعلم الأولاد، وحست أنه ضروري أنه كمان تعلم لغة الإشارة. بجالودت أخذت ثقة كتير كبيرة بنفسها، وهيدا الشيء ساعدها أنه تقدر ترجع تجي وتكمل. شو الدور لغة الإشارة بحياتك؟ لو ما لغة الإشارة هي ما كان فيها تفهم الأشياء اللي عم بتصير حواليها، هيدا حق كان بيكون التعلم تبعها ناقص لو ما لغة الإشارة. مثل حيلا لغة تانية، إذا واحد بده يتطور فيها بده يكون بيتمكن من اللغة، لغة الإشارة نفس الشيء. نسرين، شو الرسالة اليوم يلي بتتمنى تحققيها أو عم بتحققيها خلال مسيرتك بالتعليم للأشخاص الصم بمدرسة إيراب، وخاصة يعني تعليم الجيومتري ولغة الإشارة؟ بتمنى أنه هي الهدف يلي بدها تجرب تحققه هو أنه يوصلوا الأولاد أنه يفهموا كل التفاصيل. بلغة الإشارة بنقدر تكون في دعم مزبوط لها التفاصيل. نحن بنعرف أنه اليوم لغة الإشارة بتختلف شوي من بلد لبلد،
بلبنان هل هي موحدة؟ هل هي بتختلف عن بعضها؟ وشو سبب هالتميز باللغة بين مختلف المناطق؟ لأنه ثقافة السم هي بتختلف بين البلدين، مشان هيك بتختلف. وهون بلبنان بالمناطق كمان بتختلف بسبب كمان الثقافة تبع المناطق. ولأنه كان أيام الحرب المناطق مسكرة على بعضها، ما كان هالتواصل هين. هلأ التواصل كتير تقدم وصار فيها الانفتاح، من هون في ضرورة لا يجربوا انه يوحدوا هاللغه. يعني اليوم شو عم ينعمل لتوحيد اللغه؟ وقد مهم انه اليوم نوحدها، مثل ما قلت حضرتك انه صار في تطور اكثر وتواصل بين الناس، قد مهم نوحدها وشو عم تعملوا؟ اشتغلت نسرين مع مسيو شفيق ليلات ومع دكتور أنطوان رومانوس مع أشخاص من كل المؤسسات، مع عدد كبير من المؤسسات، اجتمعوا وقدموا مشروع. هو كتاب قدموه وسلموه، هيدا المشروع وسلموه لوزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية. وهيدا كان طلب أنه الحكومة هي الدولة هي تتبنى هيدا المشروع. اوكي، والهدف بالتوحيد مش انه نلغي بقيه الاشارات، بالعكس الهدف بالتوحيد هو احتراما لكل الاشارات. بضل في مثل ما في باللغه المحكيه مرادفات، بضل في كمان بالاشارات مرادفات بتتوحد منشان يسهلوا عمل المترجمين والتواصل. وبتصير لغه الاشاره لغه رسميه تقدر تتطبق بكل الاماكن. إذا كانت موجودة هذه اللغة بيصير في ارتياح كامل، إن كان بالتعليم وإن كان بالتواصل والوجود بالمجتمع. اليوم هل في تطبيق لهذا القانون يلي عم يعني سابره كرمال يتحقق أو يمكن يتنفذ؟ لأنه هو القانون خالص يعني محطوط. فاليوم قد مهم تنفيذ هذا القانون بالنسبة للمجتمع، للمؤسسات، للمدارس، للمعاهد، لحتى الناس اللي كمان هن ما بيحكوا لغة الإشارة أو الأشخاص السم كمان من المجتمع يقدروا يفهموا، يقدروا يروحوا وين ما كان يكونوا مرتاحين، يكونوا قادرين يفهموا على كل شيء بلا ما يكونوا عايزين شخص حدهم يضل مرافقهم. لما رح تصير هيدي اللغة رسمية رح يصير في ترجمة، لما رح يصير في ترجمة وتتطبق رح يكون في بكل الدوائر، رح يكون في أشخاص عم بتترجم، والشخص الأصم بحس إنه هو أكيد عم يوصل لحقه إنه يروح مثل حيلا شخص سامع يقوم بمهامه بدون ما يكون في دايما شخص عم بيرافقه مشان الحكي. نسرين، اليوم حضرتك بتعلمي لغة الإشارة للأشخاص الصم بمدرسة إيراب، هل اليوم في كتاب معين أنتوا بتتبعوه؟ شو هو هالكتاب إذا فينا نقول هي لغة الإشارة اللبنانية؟ دكتور رومانوس وقت اللي سافر على جامعة جالودت ب 1988 عمل أبحاث وإجا وبلش ب 2003 مع جامعة القديس يوسف، بلشوا بأبحاث. بال 2006 نزل أول كتاب هو المستوى التأسيسي، المستوى الأول. رجع بعدين عملوا مستوى تاني. بهيدا الكتاب في أشخاص سم من كتير مؤسسات خبروا قصة، وهيك قدروا يستنتجوا استراتيجيات والقواعد تبع لغة الإشارة، وعملوا قاموس صغير بقلبه بضم 5000 كلمة. بس هيدا القاموس ما بكفي، لازم نكمل. في كتير مرادفات منا موجودة منشان إغناء اللغة ولنقدر نوصل لكل التفاصيل تبع اللغة. اليوم بس نحكي نحن ناطرين إنه الوزارة هي تمول، وهيدا إذا هي ما مولت ما رح تصير رسمية، مشان هيك ضروري إنه تمرق من خلال الدولة من خلال الوزارة. اليوم بس نحكي عن توحيد اللغة،
وفي كتير لغة إشارة بلبنان، شو فينا يعني نعمل إحنا بهيدا المجال؟ كيف بدها تتوحد اللغة؟ هو يلي بيصير هو إنه بيصير في تجميع لكل الإشارات، بيصير في مرادفات، بعدين يلي أكتر شيء متداولة تختار منشان لتكون هي الكلمة يلي تستعمل، بس هيدا ما بيلغي باقي الكلمات، بالعكس، بس هيدا الشيء بيساعد إنه إذا في أشخاص بدها تتعلم الترجمة تقدر تكون عم تتعلم، منشان نفوت على المحاكم، منشان نفوت على المستشفيات، منشان نفوت على المدارس، ويصير في دمج بقلب مجتمع السامعين. قديش اليوم لغة الإشارة مهمة للأشخاص الصم وخاصة لتلاميذك؟ يعني أنت عم تعملي رسالة اليوم من خلال هالتعليم. أهميتها هي بالفهم، الفهم ما لازم يكون منتقص، لازم الفهم يكون كامل. يلي عم بركز على الصوت مرات كتير الولد الأصم بيكون عم بيضيع، لما بنكون عم نستعمل لغة الإشارة بصير التعلم أسرع وما بعود فيه تضيع للوقت. اليوم إذا بدنا نحكي عن العمر المناسب ليكتسب الشخص الأصم معلومات أكتر، يعني من هو وصغير أي عمر لازم نحن نبلش ننمي له قدراته على الفهم والاستيعاب؟ ببلش من وقت ما بيكون كتير صغير، من وقت ما بيكون بيبي. وقت اللي بيكون بيبي هالتواصل هو يلي بيغني الولد، ومثل ما كتير عيال أكيد نجحت إنه تقدر تساعد، مثل ما كتير عيال قدرت نجحت إنه تساعد أولادها من هن وصغار إنه يتواصلوا معهم، هيدا الشيء ساعدوا إنه يوصلوا لمرحلات كتير بعيدة. وبتنوه نسرين إنه وقت بيكونوا الأهل سم، هالولد الأصم يلي عم يتواصل بالإشارة من هو وبيبي عم يوصل على الجامعة بسهولة كتير كبيرة، لأنه المفاهيم كلها عم يقدر يفهمها بشكل كتير واضح. اليوم هل بيختلفوا أو في تفاوت بين الأشخاص الصم بالقدرات والمهارات اللي عندهم إياها، أو هل هن كلهم مثل بعض؟ الأشخاص الصم هن مثل الأشخاص السامعين، هي أشخاص مختلفة، ما في ولا شخص مثل الثاني. نعم. كل واحد عنده قدراته، عنده إمكانياته، أكيد المحيط والعائلة والمدرسة وكل هيدول بيأثروا، أوكي، وأكيد شخصية الشخص هي اللي بتطغي طبعاً عليه. وكل واحد بنقي طريقة التواصل يلي بيرتاح فيها أكتر. نسرين نقت التواصل بالإشارة لأن هيدا بيريحها أكتر، بخليها تفهم أسرع. شو هي الطريقة المثالية لحتى نقدر نتواصل مع الأشخاص الصم؟ ضروري كتير إنه يكونوا شفافنا واضحين، نحن وعم نحكي نكون عم نحكي بشكل كتير منيح، ما لازم نحن نشوه الحكي بالصريخ أو بالعيط، لازم يكون صوتنا معتدل لأنه في سماعة وفي أمبلون، لازم يكون في مسافة تقريبا متر أو مترين تا يكونوا الإشارة واضحين ويقدر يشوف كل الشخص، ورا الشخص يلي عم بيحكي بالإشارة ما لازم يكون في ضوء لأنه ما بعد يقشعهم مزبوط. وبليز إذا ما فهمتوا أو إذا ما بتعرفوا إشارة اكتبوا لنا إياهن، نحن ما عنا مشكل، المهم إنه يوصل. والتعبير كتير مهم تنقدر نحن نفهم شو الموضوع يلي عم تقوله. ما تخافوا تواجهوا أشخاص صم، أكيد في عدة طرق، بالتجربة بنقدر نوصل الفكرة اللي بدنا إياها. هل لغة الإشارة مؤلفة من مكونات معينة ومحددة؟ نعم، في قواعد للغة الإشارة مثل قواعد حياة للغة إذا كانت عربية أو فرنسية. مثلا إذا أنا بدي أقول بالعربي أنا وعم بحكي بدي أقول بدي أحط الكباية على الطاولة، إذا بدي أعملها بلغة الإشارة بدي أقول طاولة كباية بحط، لأنه إذا ما كانت الطاولة موجودة ما بقدر أحط الكباية، يعني بتصفي جملة صورية منا سماعية، منشان حط هالصورة تيقدر الشخص الأصم يفهمها. طيب شو الآلية اليوم لحتى نقدر نساعد الأشخاص الصم لحتى يعرفوا شو عم بيصير حواليهم على شاشات التلفزة، أو كمان شو دور الإعلام اليوم والصحافة بهذا المجال؟
ضروري كتير إنه يكون في ترجمة، ترجمة مكتوبة لكل شيء عم ينحكى. بدكم تحسبونا أجانب وتحت تحطوا لنا شو مكتوب حتى لو كان باللغة تبعنا، هيدي لغة وطننا، هيدي لغتنا. أو يكون في إيكون بكعب الشاشة يكون فيها الترجمة. بتمنى إنه يلي عم بيصور أو يلي عم بيصور حدا عم بترجم ما يقطش الكاميرا ويزيحها عنه، لأن إحنا ما بنعود نفهم. وبليز وقت اللي بتكونوا عم تحكوا عنا ما حدا يقول عنا صم وبكم، نحنا صم، الأبكم بيقدر يكون أبكم حتى لو كان عم بيسمع، نحنا بس صم. وبدنا أسأل، دايما في بكل العالم في تلفزيونات وفي إذاعات، ليه ما في ولا واحدة للصم؟ نحن بيختاروا لنا برامج نقدر نحضرها بدون ما يكون في عنا الحق إنه نحن نكون عم نشاهد أو عم نشوف أو عم نشارك بكل شيء. لازم يكون في شيء خاص لنا مثل ما هو خاص لكل الأشخاص السامعة. نسرين، يعني اليوم بكلمة أخيرة إضافة لكل شيء قلتي، شو فينا نقول للمشاهدين يعني غير إنه بطل اسمنا صم وبكم، يعني هيك شيء تاني بتوجهي لهم يا رسالة شخصية منك لألون؟ أنا بدي أقول لكل الأشخاص يلي بيخلق عندهم بيبي يعملوا له الفحص المبكر من وقت ما بيخلق، وإذا هالولد طلع ما بيسمع ما حدا يوقف التواصل معه، التواصل بكفي، التواصل منشان لا يفهم. الأشخاص الصم هي مش أشخاص ناقصة، هي أشخاص مختلفة. وقت اللي نحن منشوفهم أنه أشخاص مختلفة منتواصل معهم بطريقة مختلفة مثل كأنه جايين من غير بلد، هن أشخاص كاملة عندهم كل القدرات بتتمنى كتير من الدولة إنه هي اللي تشتغل على إنه تصير هاللغة رسمية، لأنه وقت هيدا الشيء رح يصير الأشخاص السم رح يكونوا مرتاحين وإلهم مكانتهم بالمجتمع مثل كل حيلا أو حقهم مثل حيلا شخص سامع. هالترجمة نحن ناطرينها تيكون فيها الريحة عند هالشريحة من المجتمع لأنه هيدا حق. نحن بدورنا كمان منتمنى أنه يصير في تطبيق لهيدا القانون، وكمان منوجه تحية لكل شخص سم عم يحضرنا، لكل السم اللي عم يحضرونا. وبتشكر حضورك معنا نسرين كامل، أنت أخصائية بالتعليم الإشارة وهندسة الجبر بجمعية التدريب على النطق على السمع والنطق، وكتير استفدنا نحن من خبرتك، وإن شاء الله يكونوا كمان المشاهدين غيروا نظرتهم إذا كان عندهم نظرة مختلفة للأشخاص السم. أهلا وسهلا فيك نسرين. مرسي. مرسي لأنه استقبلتونا. مرسي. مرسي، نورت الشاشة. وكمان بدنا نشكر نحن مدام ندى سمرة الجميل اللي هي مربية مختصة بتعليم الإشارة بجمعية إيراب. أهلا وسهلا فيك ندى ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم. مرسي نور. مشاهدينا منتوقف مع بريك ومنرجع منعود لألكم.